المهم ايش عندك؟ ايش عندك تبيني؟ كنت بطلع وقلت هيا شوف ايش عندك. يما انا ابي اكمل نص ديني. هذا انت؟ بكمل نص ديني؟ حط عيني على وحده، بتزوج، بشوف لي شركة حياتي. كل مرة كذي تفشلني، اروح حق الناس واخرتها تمشي عنهم. لا 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 لا، انا ماني رايحة. لا بس هالمرة غير يما. البنت هذه بنت اصل وفصل، وما شاء الله عندها خير وايد وحبيبة، مو مثل بنات الوقت. والأهم من هذا كله أن أنت شايفتها وتعرفينها تحبينها. أنا شايفتها وأعرفها وأحبها؟ إيه؟ من هذه؟ أكيد موافقة عليها مدام أحبها. أوليفيا. من هي؟ أوليفيا؟ أدري كني سامع بهالاسم، ما أعرفها عدل يعني. يما أوليفيا اللي ساكنة ببيت فاطمة. يا رب شنو اللي قاعد يصير معاي؟ ليش واقفة أشوف بيتهم؟ يعني أنا مهتمة ولا أحبه؟ عمري ما حسيت بهالشعور. اللي قاعد أحس فيه الحين وايد يخرع. أنا لازم أمنع نفسي وناقصة مشاكل. سنروح لها؟ ليش قاعد معي؟ تفضل يلا تفضل، الباب مفتوح، روح لها. سبحان الله، انتو يا الريايل ما تحبون المرة السنعة اللي تخاف الله، المرة اللي تصبر وتتحمل سنين علشانكم وتتحمل عيونكم. ليلى خليني أكلمك بس. بس بس ما بيسمع منك ولا كلمة. قلت لعنك مريض، قلت لعنك مريض. طبعا ما قدرت، قلت لعن صبرت وتحملت سنين على شارك، قلت لعن ما حد بالدنيا هذه حبك كثري، ما حد حبك وضحى ومستعد يضحي اكثر على شانك. الو، هلا حبيبي. انا مو حبيبي، أنا مرت حبيبتك. شوفي، إحنا حريم ونفهم بعض عدل، فخليني أقولك كم شغلة عن ريلي أكيد أكيد ريلي مو قايلهم. أول شيء، كل يوم الصبح لا تحاجين إلا لما يدخن وإلا يطنقر عليك، والساعة 2 لازم الغداء يكون ذاهب، وإلا يعصب عليك وينكد عليك ويسمعك حكي بحياتك ما سمعتي. لا، والعشاء، العشاء إجباري دايت، هو كلا دايت، أنت بعد تاكلين دايت. كل يوم يهدك 4-5 ساعات، يروح الديوانية، يروح عند ربعه، هاد ما يندر بعد. شيخ أنا آسف. بس عزيز، أنا أدري إن أنا غلطان، والله أدري، وأدري إن الغلط راكبني من راسي لعيوني، بس أبيك تسامحيني. ما ظنيت يا هالمرة أقدر أسامحك، اللي صار لي مو هين. أنت حرمتني أكون أم.